سلام تحية. بتقولوا لي ليش ارتاح يا كرم؟ لا 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 لا، ما يخارقناش هذا الكلام، ما يخارقناش إلا لما تعرفوا إيش الخبارة، إيش اللي حاصل، جنان البرتقال إيش يخرج من انفعالات. تخيلوا تخيلوا محمد آل الحوثي بيفتح جامعة. جامعة 21 سبتمبر ستعتمد بدلاً عن الكتاب على الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة. أيوة، إيش يعمل بالكتب؟ إيش يعمل بالكتب؟ الآن معنا إلا الملازم والوايرات والديناميك، تقنية عالية. طبعاً الخرتيت هذا من يوم ما ركزه ولد عمه كذا مطب في طريق المسلمين وهو التام على شلة مجتمع، انصرف لهم من مسروقة الدولة سكتوا وهقعوا، وانت أخر في المصروف يقنعوا زي هذه البعاسيس. وقفوا لي تاكسي، وقفوا لي دفاف، وقفوا لي تاكسي، وقفوا لي دفاف. فاكرين من الحديد الجديد اللي عمل له حجر أساس؟ فاكرين محطة الطاقة الكهربائية اللي قال بتغطى بألف ميجاوات والخصم من الرواتب عشان هذه المشاريع؟ ما علينا، المهم الآن بيكون سبب النهب هو جامعة. إيه والله، جامعة علوم طبية قال وتطبيقية، أكيد لتخزين المونة والأربيقي، وقسم مختبرات البرتقالية وملحقاته لفحص نسبة المريوعة والكوليسترول بالبزغات. يا أحمد علي الحوثي، أما قسم الولادة أكيد بتجهزوه بورش مكتملة من المعدات الحديثة، بتكونوا تستقبلوا الدبابة وتفرشوها وتخرجوا دبدوبي صغير، وبتعملوا حاضنة للدباديب فرزة الصافية شميلة. باقي قسم إيش؟ باقي قسم الأشعة، وبيكون هذا مجهز بجهاز أشعة يحمل كده على الكتف مثل الصاروخ اللو، وتنشن كده على مكان الكسر وهوب يوفي فوق الناقص وإلى المقبرة. الله يرحمه الله يرحمه، بس العملية ناجحة 100%. أما قسم الأمراض النفسية فهذا بيكون توب حقهم، لأن المشرف شخصياً على هذا القسم بيكون الشخوة بنفسه وببلاش وبدون أدوية ولا جلسات ولا شيء، ويصرف لهم حبال زعل ويربط عليه طناطح وأمورهم سابرة، اللي يقفز من ضاحة تلاقيه ينط من حيط. أما غرفة الرنين المغناطيسي بيكون يطرحوا السرير كده ويطرحوا المريض فوقه ويسمعوه زامل ماني بالي ماني بالي، ويقوم مصروع نمبر وان. قال جامعة طبية، الظاهر قد معكم مطعفرين كثير وتشتوا خلق الله يتحملوا بلاويهم باسم الجامعة وتدوروا فين تعالقوهم، لا رحمكم هذولا شوفونهم لقنا في الخردة والتشليح، مش جامعة طبية، خلك جامعة تطبيقية. ما سديناش نحن وياتكم في الجامعات الموجودة اللي الأربعين سنة لما أجيتم وهشمتوها، حتى الفراش حق القاعة قدوا من بيت فراش الدين، فصلتم أكثر من 66 أستاذ جامعي في الجامعة كذا أوبس بشخطة زامل، ما انتمش عارفين ان هذه حيلة البلاد اللي قدروا يتعلموا على عهد هذا المخلوق وأعوانه. طبعا نحن عارفين ان الجامعة اللي فكرتوا تفتتحوها فيها كل شيء مع هذا قسم المخ والأعصاب، افتح قمقمة الطارف منهم تلاقيه فاضية خاوية زي كتلي الشاهي، لانه لو معاك عقل انت وخبرتك ما فعلتمش باللي فعلتنه بالبلاد والعباد مثل الوباء، تعتقدوا انكم العلاج النافع وانتم البلاء من يوم ما عرفكم الشعب ما عاد زاد لقاء عافية. طلاب الجامعات مختطفين يا جامعة علوم طبية، وأغلب المختطفين أطباء ودكاترة ومهندسين وإعلاميين، وانت بتجيب تفتح جامعة لمن؟ والقتلة وأصحاب السوابق تفرقوا عنهم، لمن تشتي تفتح الجامعة؟ جامعات تطبيقية؟ ما كفاكوش بليشياتكم مطبقين تمام،
كلهم مهندسين. ايوه مهندسين، بس مش الهندسه العاديه اللي نحن نعرفها، هندسه الغام وعبوات ناسفه. اما للمره اللي كبرتي، للمره اللي كبرتي كيف جامعه وحوتي؟ ما ادري كمش جامعه وحوتي ايش بيعملوا؟ كيف بيدخلوا؟ ايش بيدرسوا؟ ما لازم الغباء المركب مثلا معاي خارج البلاد منكم. والله الا قلابات قعم كذا واحد يردم بكم اساسات تحت الارض، لانكم ضد الملوحه وضد الرطوبه. خيرة الله بس، قال بيفتح جامعه، واحد قال بيفتح حديقات 21، والثاني قال بيفتح جامعات 21. وبكره اعملوا اندماج كذا، اعملوا اندماج بين الجامعه حق 21 سبتمبر والحديقه حق 21 سبتمبر، وترجع بعدين جامعه المزرعه السعيده لتسمين المتبردغين. والمره دي جينا من المكله الى مديريه غيل باوزير، ونطرح لهم السؤال اللي يقول بالعشر ما نبالي، ايش هي العشر؟ يقول سؤال بالعشر ما نبالي، ايش هي العشر؟ العشر ما نبالي، العشر ما نبالي، العشر والله لو مره ما سمعت العشر ما نبالي، ما حطوا العرفه مش معقول. هلل لا اله الا الله محمد رسول الله. العشر الاواخر، العشر الاواخر غيرها، عشر ذي الحجه غيرها، العشر الاواخر غيرها، العشر ما نبالي في رمضان في الاخر العشر يا اخي، عشر ما نبالي ما عرفته والله ما عرفته، عشر على الطلاق يعني زعل تكتب بس كنا كذا نسيت المواصفات في بالك يعني. العشر ما نبالي يعني نحن خصينا مسافه طويله او قطعناها شوط كبير وباقي بضعه من الايام لا نواليها ولا تهمنا سنقضيها باي شكل يعني خلاص ما يتغير هو ده اي لا مخزن بس شيء حق بس لو 10 في بندقك هني لا عاد هو ده من كذا وده من كذا المغص يعني خلاص العشرة الموت مغص المغص في العشرة عشرة رصاص طلقات يلع ماشي فاهم بالعشرة مضبوط كيف؟ بالعشرة مضبوط مضبوط لا ثاني 10 صفاء ايش 10 اصبع هذه 10 واحد العشر الاصابع من بالي يعني بالعشر الاتهام من بالي تقتيل 10 قسام تقتيل والتقطيل هتغيره هتجيني هذا هذا هو قلت لك ايش قرب لي قليل عندنا اختيار ما شفت يا رات للاسف قرب لي قليل هو كذا قد مقرب على صحيح هاتش يا جابات اسمه شيء يا رات ها للاسف ماشي صعب على جد وصلنا الى ختام الحلقه وقالوا السؤال صعب وانا بقول لكم ولا نخس يلا مع السلامه